هنشتغل ليل ونهار، هنتجوز امتى؟ دلوقتي نجيب المأذون. يا ريت يا بخيت. وقف، رجعلي شوية. عايز اجيب منك دستك عيال كتير يا بخيت، مقدرش عليهم. امال عايز اجيبي كام؟ يعني واحد اتنين عشان نربيهم كويس. ربيهم كويس، دخلهم احسن كليات. البوليس كلية حلوة، ممكن ندخلهم كلية البوليس. الشرطة؟ ما هي اسمها الشرطة دلوقتي. البوليس يا بخيت. ده البوليس. احنا مش كنا دخلناهم اقتصاد وعلوم سياسية كان احسن؟ لازم تنقيلي فيها. مساء الخير. قوم يا اخويا، قوم. انا احتل يا خطيبتي يا باشا، مش واحدة من الشارع. ولو كانت مراتك، ده فعل فاضح في الطريق العام. فعل فاضح؟ دي وش فعل فاضح؟ بص لها سيادتك، دي ست مدرسه محترمه وبتشتغل بعد الظهر في شركه مقاولات، وانا كمان عندي محل ادوات كهربائيه وبشتغل بعد الظهر في شركه الصلب، يعني احنا محترمين مع قصيه. ظبطوكم في وضع غير بريء ولا لا؟ غير بريء؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا فندم ده كان مغمى عليها وانا كنت بثوقها، صح؟ في الحقيقه انا ما كنتش حاسه بحاجه، انا كنت مسخسخه. كنت ايه؟ مسخسخه. ايوه فنان، كانت مسخسخه. ليه يا شيخ؟ مسخسخه؟ شو بقى، بصراحه سعادتك احنا شبان زي بعض. هي اصلها كانت زعلانه مني وانا كنت بصالحها كده بوستين. يعني بوستين؟ دول قعدوا يراقبوكوا ساعه الا ربع. ساعه الا ربع واحنا قعدنا كل ده؟ انا ما كنتش حاسه بحاجه، انا كنت مسخسخه. كانت مسخسخه. عارف يعني ايه ساعه الا ربع يا استاذ؟ ومش عيب برضو حضرتك يتفرجوا علينا ساعه الا ربع؟ انا لو كنت في اوروبا انا كنت رفعت قضيه على البوليس وكنت حبستهم. لا، خلي الحبس ده بقى علينا احنا المره دي. ابوس ايدك يا سعاده البيه، بلاش الحبس، اعمل اي حاجه الا الحبس. انا بنت ناس. ايوه فندم، وانا كمان بنت ناس. ابن ناس. خلاص هفرج عنكم بكفاله الحين نظر القضيه. واحنا لو كان معانا فلوس كنا هنقعد على البحر برضه فندم. يفرج عنهم بضمان محل اقامتهم. اتكلوا على الله. روح يا شيخ، ربنا يخليك. ربنا ما يوقعك في دقيقة ابدا يا سعادة البيه. انت رجل والرجال قليل. احنا لازم نتجوز. الشبكة والمهر عليكم، والنجف والمطبخ والستاير، ده غير الملبس والشربات. الله، ده ايه يا وليد؟ ده تعزيز بقى. الله، مش ابنك بيشتغل في المينا؟ ده غير ريع الدكان. ده قر بقى، قر يا اختي. طب ما بنتك موظفه وبتقبض قد كده غير شغلها في المدرسه. قولوا بقى انكم باصين لفلوس البنت، ناقص كمان انها تصرف على البيت. وما تصرفش ليه يا حبيبتي؟ مش كفايه ابني هيلمها بعد ما ضرت معاها ايام وليالي؟ يلمها منين يا حسره؟ مش لما الاقي شقه الاول. والشقه لازمتها ايه يا غنايا؟ ما بيته مفتوح. اظن ما هتسكن معاكي. ايه؟ هو انا حاسره؟ فين البيره؟ ابخيت. ايوه، بيره هنا، خمسة بيرة. لم لسانك يا عزيزة. يا اختي لموا بنتكم الأول. خلاص بقى مادة عزيزة. اسكتي بقى يا مرات أبويا. يعني أنت هرضيك الولية دي تطول لسانة عليا؟ معلش، استحملي عشان خاطر أنا. نعم، تستحملي ده يا عمر. عمر زي بعض، ده هتردعلي. مالناش دعوة إحنا يا بخيت. إيه يا أختي؟ إيه؟ مش عايزة أدافع عن أمه؟ اشترطيه من دلوقتي؟ لا، بلاش كده. إيه؟ بلاش شغل الحموات ده معايا، بلاش. نعم. انت سكت لها بخيت، اضربها
ازاي تعملوه بره؟ طلبكوا عندي يا بهوات، كل حاجه عندي. خلي بالك من المحل هلا. اتفضلوا اتفضلوا يا بهوات، اتفضلوا اتفضلوا يا مدام، دي عربيتي والله. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا، اركبوا اتفضلوا اركبوا. بس المهم الشمس والهواء. ودي ايجارها قد ايه؟ ده عشان خاطركم انتوا بقى، ايجارها 250 جنيه في الشهر غير الخلو. 250 جنيه غير الخلو؟ ايوه. انا بقول بقى ناجل حكايه الشمس والهواء دي لبعدين، ونشوف مكان يسترنا لغايه ما ربنا يسهلها. هو مضروم بس دمه خفيف. اتفضلوا اتفضلوا. هو احنا لسه هننزل اكتر من كده؟ احنا عايزين شقه مش تربه يا معلم. تربه ايه؟ طلع اللي هيشفع فيك، وانت تقدر على ثمن التربه؟ اي سلامتك من قولت اي يا حبيبتي. انا بخاف قوي من الضلمه يا بخيت. خافي خافي ازاي وانا جنبيكي؟ هي مش هتسيبني ابدا. سيبك عمري ما هسيبك. انا انتوا بتحببوا ايه؟ فين الكنيف؟ فين ال 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 الاوضه فين؟ شوف بقى الحكايه بسيطه قوي، هما بتوع المجاري هيجوا ينزهوا الطفح ده وكل شيء يبقى تمام. ايه رايكم بقى؟ عجبتكم الشقه؟ ايه في ايه؟ هي ما عجبتكمش ولا ايه؟ انا بقول بقى نهجل حكايه الجواز دي كلها لغايه الظروف ما تتعدى. لو هنستنى لغاية ما الظروف تتعدل يبقى مش هنتجوز أبدا. سيرة طفرة. موت يا حمار. انتخبوا الراجل الحر. انتخبوا رجل المبادئ. صاحب المبادئ انتخبوه. الراجل الحر. انتخبوا الراجل الحر. انتخبوا الراجل الحر. رجل المبادئ. ما وراهمش غير النكد. العيب في الظروف اللي بتخلي الشرفة اللي زينا مش عارفين يعيشوا. لو انت صادقه العيب فينا احنا، احنا اللي ما بنحاولش نغير ظروفنا. عرفت يا ابروات ان 18 الشهر الجاي اجازه. اشمعنى؟ انتخابات مجلس الشعب وهيعملوا هنا في المدرسه لجنه. انا عمري في حياتي ما انتخبت. يبقى ما تلوميش الظروف بقى، احنا اللي سلبيين بنضيع حقنا وبعدين نرجع نشتكي. ما عندناش سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. اللي انا مش فاهمان ايه اللي يخلي الناس تتصارع على طولها مجلس الشعب؟ عشان الحصانه يا حبيبتي. لا يا حبيبتي مش الحصانه وبس، اللي بيخش المجلس بتبقى امه دعيان، مركز قباها وقيمه وسيمه، ده غير بقى الشقق والعربيات والامتيازات اللي بالهبل. هو ايه الشروط اللي بيطلبوها عشان الواحد يرشح نفسه؟ حضره الوكيله. استاذ عجيله، اعلان المحكمه ده جالك.
عندي جلسة آداب الأسبوع الجاي. أنا مضطرة أخطر مدير المنطقة التعليمية، واعتبر لنفسك موقوفة عن العمل لحد ما تخلص الحكاية دي. بقول لك ايه يا عم مقصود، تعالى بيومي، انا عايز اكلمكم في موضوع. هل ممكن نعمل جمعيه مع بعض؟ بس انا بصراحه داخل على جواز ومفيهاش حاجه الا من نساعد بعض. الف مبروك يا بخيت. ربنا يكرمكم، ربنا يكرمكم يا رب. ماشي ماشي. تخش معايا جمعيه خميس؟ جمعيه بقى بتشتغل في المخازن ومش عارف تدبر حالك؟ قصدك ايه؟ اصحيح، ما انت شلح. ايه الشلح دي؟ يعني اشفور. بقولك ايه، ما احبش الترسين، مالها المخازن؟ فيها حاجه؟ فيها وفيها وفيها اخر حلبسه. حلبسه؟ اه، نه وشفط وتبديد. انا تحت ايدي مستندات وزون صرف وتقارير استلام وبضاعه داخله وبضاعه رايحه وبضاعه جايه وبضاعه واقفه وبضاعه نايمه. حتى لما كل بضاعه جديده تيجي يمضوني ويوزعوني، وانا فرحان قوي عشان بزوغ وباخد اوفر تايم. هش، وطي صوتك. وطي صوتك ليه؟ وانا اللي بسرق؟ انا كده طمنت لك يا رفيق. رفيق مين؟ انت. انا مش برافق حد. انت رفيق يعني زميل. انت متاكد؟ ايوه جدع. اوعى تكون في حاجه. لا رفيق. يعيش ناس بيه غصير عمال، 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 يعيش ناس بيه غصير عمال. اصدقائي وزملائي العمال، اوعدكم لما انجح واخش المجلس، وده بفضل الله وبفضل ثقتكم فيا، أوعدكم أن أجعل من هذا المصنع صرحاً وفخراً للصناعة الوطنية، وأوعدكم أن ألبي كل طلباتكم ومتطلباتكم العمالية، والله ولي التوفيق. شكراً. فرصة وهو داخل انتخابات، تقدر تكلمه؟ وكلم أبوه كمان. في المستندات؟ كلام خطير جدا. انا مش قادر اصدق ان الحاجات دي ممكن تحصل في الشركه عندي. انت متاكد من الكلام ده؟ طبعا رسمي بيه متاكد، والمستندات هي اللي تثبت كلامي. وعلى العموم سيادتك ممكن برضه تعمل جد وتحقيق وتتاكد بنفسك. على اي حال انا متشكر جدا انك انت جبت لي المعلومات دي. انت مثال العامل الشريف النزيه، تستحق مكافاه كبيره جدا. يا باشا انا عملت الواجب مش اكتر. طيب. انما لو سيادتك مصمم، انا اصلي مقدم على سلفيه عشان داخل على جواز. اوي اوي، اكتب الطلب وانا هوافق لك عليه فورا. مش بس كده، ده انا هرقيك كمان، هنقلك الورش عشان ابعدك عن الجو الفاسد بتاع المخازن ده. يا باشا اللي بتعمله ده كتير، انا يعني ربنا يخليك، ربنا يخليك لمصر. شكرا. اوي اوي اوي، انت قلت لي اسمك ايه؟ بخيت يا فندم. بخيت حنيدق الميطل. بخيت حميدق حنيدق يا فندم. حنيدق هي بتتكتب قاف انما تقال الف. بخيت حنيدق المهيطل. حنيدق. طيب على نوم تقدر تمشي انت دلوقتي، وبعدين ارجوك اما توصل لاي معلومات تيجي بلغاني فورا. تمام. وبعدين في حاجه مهمه لازم تعرفها، انا باب مكتبي مفتوح لك في اي وقت. يا باشا النهارده تاكدت ان في امل، في امل في البلد دي تبقى كويسه، طول ما امثالك موجودين. ربنا يخليك، ربنا يحفظك لمصر، ربنا يكتر من امثالك، ربنا نجحك في الانتخابات. عارف حضرتك؟ روح يا شيخ، روح روح. مرزوق، وصل لي المخازن فورا. سبع ولا ضبح؟ سبع طبعا. رسمي بيه ده راجل هايل، راجل عظيم. تخيل، وافق لي على السلفه وهيرقيني كمان. والحلبسه اللي في المخازن هيعمل فيها ايه؟ ماليش. مش بقولك انك شلح. استنى هنا اخيرا، انت رايح فين؟ الباشا قال لي بابه مفتوح لي في اي وقت، فابعد انت عشان ما تتاذيش. ها؟ استنى هنا خينا. الله، المعلومات دي لو كانت وصلت لمجلس الاداره كنا روحنا كلنا في داهيه. مين دول؟ ايه ده؟ ايه ده؟
انت ازاي تدخل البني ادم ده عليا من غير استئذان؟ اه سعاده الباشا، استنى كنت عايز اعرف هتعمل ايه سيادتك في موضوع المخازن. طيب هكلمك بعدين. نعم، انت مش بنقلت الورش، عايز ايه تاني؟ انا كنت بسال بس، يعني مش انت ما تسالش، ده مش شغلك. انت تنزل من هنا على الورش على طول. موضوع المخازن ده مالكش دعوه بيه خالص. ازاي بس يا باشا، ده مال عام. وانت مال اهلك؟ الله، اما انت راجل قليل الادب صحيح، امال مال اهلك انت؟ ازاي ولد انت تكلمني بالطريقه دي قصاد الوقاحه بتاعتك دي؟ مفيش سلفه. وانا مش طالب سلفه، انا طالب تحقيق بقى بصراحه. كده عظيم مرزوق، امر اداري فورا بوقف الولد اللي اسمه حنيده ده عن العمل واحالته للتحقيق. مبسوط حضرتك؟ اتفضل بره. روح يا شيخ، ربنا يخرب بيتك، ربنا يسقطك في الانتخابات. امشي بره، ربنا يخلص مصر من امثالك. والحق مش عليك، عارف ما انت حرامي. هقول لك ايه، انا بقى هفرجك يا رسمي بيه. حرامي، امشي عشانك حراميه.